ايوه انت لسه طفل، فبالتالي لا انا الفطره بقول لك على اهلاوي. تاثير الجمهور، تسمع انت بتبقى مبسوط فرحت تبص على مين؟ من الهيصه دي. بعد كده رحت تبص على الخطيب. كابتن الخطيب طبعا، عفوا. انا عايز اقول لك الاعهاد دي والتسقيف ده بيعمل، سيبوا الناس اللي قاعده بره، بيعمل عليك تاثير. ما بالك اللاعب اللي جوه الملعب، اللي هو التسقيف ده ليه هو برضه مش هخرج من حديقه الحريه. طب خليني اقولها معاك، اكملها معاك. بس انا عايز لك ايه، انت اللي بره ممكن يبقى ايه منبهر او سامع او ايه، بيتعجب الناس دي بتسقف ليه، او الهادي على ايه، انت مش عارف. صحيح، لحد ما حد كبير يقول لك. طيب اللي شافها وعاشها، ما بالك بقى اللي جوه شايفها وعارف ان اهليه هو شخصيا. بالظبط، تاثير عليه ايه؟ يعني اكيد التسقيفه دي لكوره صالح سليم مع شوف بقى الطاقة ولا الشيخ طه، ما يقول لك بيتكلم على وقت الستينات يعني، واخد بالك، او رفعت الفناجيل وجيل الستينات دوت، اكيد ده الواحد فيهم. فشوف تاثيرها هتبقى عليه ايه. فده عشان اقول لك تاثير الجمهور. احنا في غيبوبه. احنا في غيبوبه لما سوف يحدث على الكره المصريه من غياب الجماهير بهذا الشكل. ومع النهارده ما تيجي تقول لي ان احد اسباب فوزنا ببطوله الامم الافريقيه الجمهور طبعا، اداء اللاعبين نعم طبعا، ما كانش اللعيبه هتأدي من غير جمهور، تكتيك المدرب ماشي، ولكن الجمهور في مباراه اكاد اجزم ان اللي جاب الجون الجمهور، المباراه اللي هي الثانيه الكونفدراليه كمان عماد متعب، بص انت الجمهور لغايه اخر ثانيه يا رب يا رب، وشوف اللعيبه في الملعب. انا بقول لك حتى في بطوله الامم بتاعت المنتخب الاولمبي وانت متاخر قدام غانا وبتاع، الجمهور ويا رب وبتاع وبتاع، خلت اللعيبه انت بتسجل في اخر دقيقه. طبعا طبعا، انت لو المباراه دي مفيش جمهور، ولا ما كان يكون ليك قومه، ولا لما هيخش فيك جون حد هيحس، ما فيش حد بيكربكني، مفيش حد بيلومني، مفيش حد بيزوم عليا، مفيش حد بيحفزني. ادي عماره مخرجنا الجميل الحقيقه، بص وجريد وهو يعني الفرحه اللي ما فرحش طول عمره، مش عم تهاني ما فرحش تاني. شوف الجمهور في اللحظه دي كان عايش بتاثير ازاي. طيب وكاس العالم المباراه الاخيره، بص وليد بيلعبها، الاستاد اتهز وعماد بيلعب طبعا. لا ما دي لحظات اللي هي الجمهور في كاس يعني في تصفيات كاس العالم المباراه الاخيره، واحنا عشان هنصعد كاس العالم ودخل فينا جون التعادل ومحمد صلاح والصوره بتاعته الشهيره ديت، الجمهور عمل ايه؟ شوفوا الجمهور صحيح، وساعه لما اتحسبت ضربه الجزاء كل الكلام كله شاطها، كل مش صلاح بس اللي شاطها، الله ينور عليك، مصر شاطت اللعبه، مصر كلها كانت بتشوط ضربه الجزاء. صحيح صحيح، سواء بقى بعينيها بلسانها بدعائها في الملعب، انا حسيت ان كله بيشوط، كله بيشوط، كله حاطط رجله مع رجل صلاح، بالدعاء بالقلب بكل حاجه. صحيح، ده تاثير الجمهور يا اخوانا. فاحنا عمالين ناخر هنأخر، طب وبعدين؟ تعالى تفكرني فيلم اسماعيل ياسين، عمال يجيب اللي وراه ويجيب اللي وراه ويجيب اللي وراه عشان ينط، طب ما انت هتفضل انت عمال تأخر وتأجل وتقول اصل الدور الثاني، اصل الدور الثاني، لا ونقصط يعني برضه ايه؟ انت عندك تجربه نجحت في تذكرتي في كاس الامم وفي الالعاب الاولمبيه، الاثنين نجحوا بامتياز طبعا، والاثنين شركه وطنيه بكوادر هايله جدا تذكرتي، وعملت سيستم ومليت المدرجات وواضح تاثيرها. طب ما نكمل، طب هو ده السؤال اللي احنا بنساله، نكمل برضو مش بالبطاقه، مش ب 5000 و 4000 و 10000، لا ما تكمل ساعه كامله بضوابط تامه. طب حتى لو بداتها ب 10 يا سيدي، يا سيدي انا هسال سؤال، ليه 10؟ انا يا عم انا راضي، مش احسن من ما فيش. لا وليه ما فيش؟ لا انا بقول لك ايه، احنا جربنا الاستاد مليان، ساعتها هيقول لك اصل كلهم طايفه واحده وكلهم جايين ورا ودول هيبقوا طايفه واحده. اصل انت خد بالك حاجه، الاهلي يلعب في افريقيا، الزمالك يلعب في افريقيا، المصري، الاسماعيلي والاتحاد، كل الفرق دي مشاركات خارجيه. طبعا طبعا، بس سيبك من ماتشات افريقيا، وانا برضه هحضر الجمهور في ماتشات افريقيا بس. لا انا اقصد الساعه الكامله في ماتشات افريقيا حتى. لا ما انا ضد دي، انا ضد ان هي تبقى 5 و10 و3، لا انا عايزها ساعه كامله، ان هو جمهور واحد اللي جاي، جمهور واحد، جمهور واحد في هدف واحد، وهدف واحد ومش هيخرج عن، وزي ما انت بتقول، ما انا كل شيء عندي مبرمج. ايوه طب خلاص يعني احنا عدينا، عديت المرحله دي بقى وبعدين جربتها، ولو في اي اخطاء او سلبيات المفروض انك انت بتدركها وعالجتها. بالظبط، فانت النهارده بتكمل، كمل لي، نتمنى وعلى الاقل كمل لي في اقبال جمهور الاهلي على الهلال كبير، وتذكرتي بدات الحجز، تكمل الساعه بقى. ما انت، انا بقول لك انت النهارده الجمعه والسبت الزمالك. اي بالظبط، نفس الاثنين الساعه الكامله، في هنا هزيمه وهنا هزيمه، وده عايز يعوض وده عايز يعوض. بالظبط، وده عايز جمهور وده عايز جمهور. صحيح، عشان يدي الدفعه. صحيح، انا ما اعرفش الخطوه متاخره ليه، ما اعرفش، او ليه حكايه 5 و3 و2 ديت كاننا في بطاقه تموين، انت كيلو سكر وده ربع زيت والكلام ده.
بحس ده هي التموين بصراحه. طيب جيت لي على الزمالك.